هذه مشاركة سنوية لنا في معرض بايبكس. طبعا المعارض بالنسبة لنا جهة تواصل مهمة بيننا وبين الزبون النهائي وبيننا وبين المستثمرين وتعكس وضع السوق بشكل عام. احنا نازلين بثلاث مشاريع السنة، مشروعين منهم في البحرين احنا مسؤولين عن تنفيذهم، اللي هو طبعا مشروع الفيلا مار، احنا الشركة المديرة له، وهو يعتبر طبعا اكبر واهم مشاريع في البحرين، والحمد لله قدرنا ان نشتغل فيه بعد فترة توقف، ومما انعكس يمكن ايجابي على السوق العقاري عموما في البحرين. وعندنا مشروع الهاربر رو، مشروع جديد تقريبا 370 شقة في وسط المرفأ المالي، واجهة بحرية ومحلات تجارية على البحر، بالإضافة إلى عندنا مشروع في دبي كاليفورنيا فيليج، بين فيلا موزع بين فيلل وبين شقق.